السلام عليكم، معاكم قناة سومن. بس مرجعتنا النهاردة عن فيلم رعب جرين قاتل. الفيلم نزل على شبكة هولو وعلى كل الشبكات بجودة HD. فيلم بطولة سارة وولفين وعثمان علي وشنان وعثمان، ومن كتابة وإخراج جون روس. في الفيديو ده هتكلم عن قصة الفيلم وعن عيوب ومميزات الفيلم. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتصلي على النبي، ويلا بينا. تبدأ أحداث الفيلم بدون حرق عن واحدة اسمها ناتاشا، وهي بنت بتنزل فيديوهات على النت زي حالاتي كده. وفي يوم بيشوف أبوها وأمها تحدي على النت بعنوان جريم كاري، فبيفتحوا الصفحة وبيشوف إن التحدي ده على الشباب ولازم الشباب يأذوا نفسهم، فبيزيد القلق عندهم عشان بنتهم اتاشا بتطلع على النت كتير. فجأة اتاشا وهي قاعدة فوق في اوضتها بتشوف وحش ضخم بيكون عايز يقتلها، بس مبيكونش حد شايفه غيرها، ولا ابوها ولا امها بيكون شايفينه. وهلا تعرف تتغلب على وحش، وهي علاقة ابوها وامها بالوحش. وهنا تبدأ احداث الفيلم. Do you know how dangerous it is? How are we supposed to protect our family? القصة باختصار بتتكلم عن أبوات وأمهات اللي بيشوفوا تحدي على النت باسم جريم كاري، وبيكون التحدي ده مخيف، وخصوصا بعد ما عرفوا إن التحدي ده سبب في قطع طفل لأمه بالسكينة، فبيزيد القلق ليهم على أولادهم، فبيظهر الوحش. طبعا الأحداث دي بتدور في إطار من الرعب والدراما والغموض. الفيلم واخد حالا تقييم 4/10 على IMDb. تخيل القلق أبوه وأمك عليك بيكون سبب في موتك وهم مش عارفين. احساس غريب وصلني وانا بشوف الفيلم ده. القصة بشكل عام حلو، بس مش معمولة احسن حاجة، كان في غلطات كتير في القصة. Hey dad, can we start over? We can just sit down and all talk it out together. الفيلم فيه رسالة، ممكن نقول الرسالة ديت عن الترابط العائلي. المهم ان الرسالة ديت مرتبطة بشكل مستمر بالأحداث المرعبة اللي بتحصل في الفيلم. وبنشوف الأحداث الفيلم بمنظور أتاشا وهي متعرفش ليه الوحش عايز يقتلها فجأة وبدون سبب. أما بالنسبة للتمثيل فالتمثيل كان عادي، مفيش فيه أي جديد، بس مش وحش، عجبني. هل يعني هو مش أحسن حاجة وممكن في ناس تشوفه وحش؟ بس أنا شايفه كويس بالنسبة للفيلم ده يعني. أما بالنسبة للإخراج، على إن المخرج ده تاني فيلم بيخرجه، أنا مش بقول إن هو إخراجه وحش، ولكن الأحداث المرعبة إن المفروض إن الفيلم ده مبني على فيلم رعب، المفروض الأحداث تبقى مرعبة أكتر من كده. ولكن كبداية هو عمل حاجة حلوة مش وحش. الفيلم خد وراج حلو بسبب شبكة هولو، عملت وراج للفيلم ده بشكل حلو. كنت نفسي المخرج يتعب في الإخراج أكتر من كده، ويتعب على القصة أكتر من كده، عشان يثبت نفسه على إن الفيلم ده تاني فيلم ليه، المفروض يثبت نفسه أكتر من كده. وده واضح من مطاردة الوحش. مطاردة الوحش كانت عادية، كنت حاسس الوحش عادي مفيش فيه أي حاجة مخيفة، ممكن شكله نوعا ما مخيف، بس المطاردة والأحداث اللي كان بيظهر فيه الوحش كانت مش مخيفة خالص. كنت حاسس أنا بشوف فيلم عادي. كنت نفسي يقدم المخرج ظهور الوحش بشكل مخيف أكتر من كده. بس جدا، لو عجبك الحلقة ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.